طيب بسم الله الرحمن الرحيم الورشه الثانيه النهارده هنتكلم فيها عن الخطوات الخاصه باداره المحتوى وازاي اعد مقرر لرفعه على منصه ثينك. الخطوات دي حضراتكم مشابهه تماما باللي احنا عملناه في منصه البلاك بورد. في البدايه احنا بنعمل خريطه لتقسيم المحتوى او هيكل تنظيمي للمحتوى بعد كده بجهز الملفات بتاعتي محاضره محاضره داخل كل محاضره في الفيديو والصور والملفات والروابط كل حاجه انا هحتاجها من الافضل انها تكون في مكان واحد بحيث ان انا لما احب استدعيها او ارفعها تبقى موجوده عندي. بعد كده احنا بنجمعها كلها زي ما احنا قلنا في مجلد واحد او في بنفس تنسيق او ترتيب عرضه اللي انا هحتاجه زي ما انا وريت حضراتكم امبارح انا مقسمها ازاي في الـ الـ الفولدرات اللي انا عاملها واخيرا هندخل بقى على منصه ثينكي ونشوف هنبدا نرفع ونجهز الهيكل التنظيمي ده ازاي طيب انا بحب ابقى ال... منظم وبحب ان انا ابقى دايما عندي مخطط ان انا اشتغل عليه لازم ابقى عارف انا هعمل ايه في البدايه انا هعمل صفحه عليها ترحيب للطلبه بتوعي يعني البدايه دايما بتبقى صفحه للترحيب بالطلبه سواء انا هحط فيها تكست او احط فيها فيديو زي ما انا عايز بعد كده انا هختار فولدر انا كاتب لحضراتكم انا هستعمل ايه من الادوات اللي في المنصه ايه اللي يتناسب مع كل خطوه انا هعملها في البدايه بيج عشان اعمل عليها الويلكم او الترحيب بتاع الطلبه ثم الفايل عشان اعمل فيه Introduction ليه الماده بتاعتي سواء حطيت بقى فيها الاي ال اوز او المارك سكيم او ان انا يعني هرحب اسف ان انا هقدم لي المقرر بتاعي بملف او بكتابه ايا كانت الطريقه وهنشوفها ازاي بعد المرحله اللي بعد كده انا ممكن اعمل ديسكشن في بدايه المقرر خالص علشان اناقش الطالب في حاجات احنا هناخدها لسه فانا عامل ديسكشن او عامل مناقشه احنا ليه بندرس او بندرس كلاسيكس او الدراسات الكلاسيكيه في جامعه القاهره او في كليه الاداب في جامعه القاهره الدسكشن دي الطالب هيدخل عليها والمفروض ان هو انا هرفع له ملفات يقراها الاول قبل ما ما يشارك في الدسكشن او في المناقشه وبعد كده هيكتب لي رايه الدسكشن هنا مش صوتيه ولكن بالكتابه هيكتب الراي بتاعه وانا هرد عليه الى اخر المناقشه هستخدم بعد كده صفحه عشان اعمل انزل الطالب المحتوى بتاع المقرر اللي انا هقدمه له بعد كده هنزل فايل احط له بقى عليها المايند ماب خريطه ذهنيه للمحتوى اللي انا هقدمه له صوره ذهنيه كده ايه هيجي بعد ايه يعني انا شفت انها حاجه يعني ظريفه ان الواحد يعملها وتبقى شكلها كويس للطالب يعني بعد كده انا هقدم فايل هحط فيه للطالب المراجع والروابط اللي ممكن يستخدمها في المقرر بتاعي اخر حاجه هحط الفايل في آه الكتاب الالكتروني واذا كان فيه تدريبات او حاجه انا عايز اعملها الجزء ده كله يعتبر زي تمهيد للمقرر بتاعي تمهيد انا بمهد للطالب قبل ما يدخل على المحاضرات مباشره او ان هو يشوف الحاجات دي الاول علشان ابدا اعده للمقرر اللي انا هقدمه الجزء ده طبعا في ناس ممكن تعمله في ناس ممكن ما تعملوش خالص وتبدا مباشره بالسكشن او بالlectures يعني الجزء الاول ده تمهيد نقدر ان احنا نعمله وهيبقى يعني لو اتعمل هيبقى جميل جدا وهيبقى مطلوب ان احنا انا بقدم للطالب فكره عامه في البدايه خالص عن المقرر اللي هو هي... هياخده وبعد كده هبدا ادخل في المحاضرات المحاضرات دي انا هقسمها لايه وحدات كل وحده جواها ايه اسابيع او دروس او ليكتشرز يعني انا هبدا احط المخطط ده هعمل ليكتشرز وبعدين جواها يونتس اليونتس دي جواها اسابيع او دروس او محاضرات لو انا هعمل ليكتشرز هبدا بالليكتشرز على طول هيبقى هيبقى جواها ايه السكشن ال, ال, اللي هو الليكتشر ده او الليكتشرز ده هيبقى جوا ايه جواه المحاضرات بتاعتي الاسبوعيه المحاضره الاولى اللي هي الجريك ألفا، بت... المحاضره الثانيه الاكسنت النبره المحاضره الثالثه الجريك فيربز الجريك ناونز الادجكتيفز وهكذا عندي كام محاضرة ممكن أعمل لكل محاضرة ملف خاص بيها وأبدأ جوه هذا الملف يعني جوه الجريك ألفابت أنا هعمل إيه؟ هدخل بقى ملف وورد أدخل ملف باوربوينت هدخل ملف بي دي إف أحط صور أحط سايتات أو روابط أحط أعمل للطالب اختبارات سريعه للكوزات او الاساينمنت اوجه له تكليفات انا ممكن كمان اعمل له بري اسسمنت وبوست اسسمنت قبل الحاجات دي كلها اعمل له بري اسسمنت وبوست اسسمنت الشكل ده هو الشكل النموذجي اللي انا ممكن ان انا اشتغل عليه كمخطط للمقرر اللي انا عايز اقدمه للطالب هتلاحظوا في الجزء اللي انا الصفحه اللي احنا شفناها امبارح ان انا في عندي حاجه اسمها سيكشن وعندي حاجه اسمها بيج وفايلز بالاضافه بقى للحاجات دي كلها طيب البيج انا جايب لحضراتكم انا ممكن استخدمها في ايه يمكن من خلال البيج كتابه نص رفع ملف وورد او بي دي اف وممكن كمان ارفع ميديا الفايل انا ممكن من خلاله ارفع ملفات وورد او بي دي اف بس لكن ما ارفعش ميديا ما اكتبش حاجه السكشن ده بقى عامل زي الوعاء الكبير او الهيكل الكبير الاعمده اللي انا بدخل جواها كل حاجه عامله زي جدران او بيت انا ببنيه ببني الهيكل الاساسي بتاعه اللي هو السكشن ده هو ده الهيكل الاساسي بتاع البناء بتاعي اللي جواه بقى ممكن ادخل صفحات بيجز وادخل فايلز وادخل روابط وادخل اونلاين وادخل بلاي ليست كل حاجه يبقى السكشن ده هو اكبر حاجه عندي اللي جواه ممكن تدخل بقيه العناصر او الادوات اللي انا ممكن استخدمها في المحاضره دكتور عادل ممكن نقول ان السكشن ده مقابل الفولدر الكبير اللي في بلاك بورد اللي هو كان بيتحط فيه الفولدر الكبير او الموديول مثلا ممكن اعمله كموديول كده ان هو يبقى من جواه حاجات تانية ممكن ادخلها ادخلها فيه ويبدا اقسمها لعناصر اخرى مختلفه أوه. يعني يعني زي الوحده الاولى الوحده الثانيه بالظبط كده بالضبط كده شكرا يا فندم البلاي ليست بعد كده ده ده انا بعمل بقى عرض متكامل في البلاي ليست او قائمه التشغيل دي يعني ممكن تغنيني تماما عن رفع الملفات دي لان انا هرفعها تاني جوه البلاي ليست احنا قلنا ان البلاي ليست يا اما هتبقى مكمله للملفات اللي انا برفعها هدخل فيها عناصر انا ما في الملفات بتاعه المحاضره او ان انا اخلي المحاضره كلها للطالب مقدمه على هيئه عرض متكامل اللي هو البلاي ليست طبعا كل واحد له حريه الاختيار هو عايز يزود الملفات بتاعته بقائمة قائمه تشغيل فيها عناصر ما قبل كده ولا انا اخليها كلها بلاي ليست وتبقى مقدمه بشكل مبهر للطالب يقدر ان هو يتفاعل معها الى اخره. اخر حاجه طبعا اللي هي الديسكشن دي من خلالها ممكن اعمل تكست بوكس او اه اتاشمنت اضيف ملفات وفيديوهات وروابط الى اخره وفي النهايه الطالب هيبدا يقرا ويشوف ويتابع وهيبدا يتفاعل معايا ويكتب بقى رايه او اتناقش معاه من خلال الديسكشن انا حبيت بس في الجزئيه دي ان انا اعرف حضراتكم خصائص كل اداه من الادوات اللي موجوده في المنصه عشان نبقى عارفين احنا نقدر نعمل ايه بايه ولو لاحظتوا في التقسيمه اللي انا جبتها لكم في الاول خالص ان انا كاتب انا هختار بيج عشان اعمل كذا هختار فايل عشان اعمل كذا فهي دي انسب العناصر اللي ممكن ان انا استخدمها الهيكل التنظيمي بقى المكمل اللي انا كلمت حضراتكم عليه انا هعمل جوه السكشن المحاضره الاولى اللي هي الجريك الفابت بعد كده جوه المحاضره اللي هي الجريك الفابت انا هعمل ليسون 1 فايل بعد السكشن اللي اسمه جريك الفابت انا هدخل بقى جوه الجريك الفابت فايل اسمه ليسون 1 وابدا ارفع عليه الملفات اللي انا عايز الطالب يقراها ويتابع المحاضرة ممكن بعد من خلال الليسون دي جوه الليسون ممكن اعمل ابلود لفيديو او لملف صوتي او اي حاجة. الإمبيدد لينك دي ممكن استخدمها في عرض فيديو او عرض اغنية او عرض ملف صوتي او عرض موقع كل ده ممكن استخدمه جوه جوه الليسون وجوه الجريك alphabet كل الحاجات دي مكمله للمحاضره. لي فالامبيدد لينك ممكن يبقى فيها فيديو او فيها ملف صوتي. واللي بعد كده في ممكن اعمل للطالب اونلاين ليكتشرز. ممكن زي ما قلنا بعد كده نعمل قايمه تشغيل اللي هي البلاي ليست، قايمه التشغيل دي بقى فيها كل العناصر. احنا كده جوه الصفحه بتاعتنا الاوليه خالص اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح بتقسيماتها. علشان ادخل على المقرر وابدا ارفع المحتوى انا بضغط على كورس جايد دليل المقرر احنا كده دخلنا على الصفحه الخاصه بالمانج courses علشان ادخل على المقررات الخاصه بيا فانا بضغط على مانج كورسز بتفتح لي مباشره هذه المقررات طيب الملف ده انا انتهيت منه خلاص احنا هنكمل اعدادات الملف او رفع ملفات على المقرر الاخر اللي هو المفروض ان هو فاضي واحنا عملنا له امبارح الاعدادات الخاصه به كلها في هذا المكان. البدايه احنا قلنا هنعمل ايه؟ التخيل او التصور ان انا هختار بيج مجرد ما بضغط عليها بتنزل لي في هذا المكان. او اسحبها نظام السحب والافلات زي ما بيسموها واسيبها في هذا المكان. انا عايز الغيها بضغط على الاكس لو عايز اعمل الاعدادات بتاعتها هضغط على الاديتور بتاعها او القلم لو عايز الطالب ما يشوفهاش لحد ما اخلصها بضغط على العين دي حتى لو انا عامل بابليش للمقرر مش هيشوفها خالص الطالب طيب هنبدا نعمل الاعدادات هيقول لي هتسمي الصفحه دي ايه فانا هقول له ويلكم في الديسكريبشن ال هنا انا محضر ال الجمله الترحيبيه زي ما قلت لحضراتكم يعني يا ريت حضراتكم تحضروا ملف ب بهذه العناصر بهذا الترتيب يعني ابدا من الاول خالص عشان تشوفوا انا عامل ايه ان انتم كمدربين هتحتاجوا هذا النوع من الملفات هنا في الجزء الاول انا عامل اباوت مي اللي هو الجزء الخاص بالتعريف بالاستاذ وهنا البانر وهنا الكورس ديسكريبشن وهنا اباوت ذيس كورس وهنا مخرجات التعلم كل ده انا محضره في ملف واحد عشان يبقى هو ملف واحد اضغط عليه وابدا اتعامل معاه فانا هنا الويلكم تكست اخد منه كوبي واروح مباشره على الديسكريبشن هنا واعمل له كنترول في كل لازم تكونوا عارفين انا بعمل كنترول سي يعني بنسخ وكنترول في يعني بألصق او بنزل الكلمات او الجزء اللي انا عايز انزله انا كده عملت الويلكم الجزء الترحيبي للطالب بدخل بعد كده يا اما اضغط على نيكست step او اضغط على الكونتنت content. الكونتنت content انا ممكن اضيف الكوتيشن للطالب ممكن استعير ببعض الكلمات الماثوره او الاقتباسات من بعض الكبار المؤلفين فانا هنا عندي اقتباس عن سوفوكليس واخر عن ارسطو فده ممكن انا استخدمه في هذا المكان وهيظهر للطالب ايضا ما تنساش دايما ان انا اعمل سيف اي حاجه انا عملتها من غير سيف ممكن ان انا ارجع اعيدها مره اخرى. بعد كده الميديا لو انا عايز ارفع ملف لو انا عايز اعمل حاجه فانا برفعه من هذا المكان او ابلود فايلز لو انا عايز ارفع فايلات حاجه جزء ترحيبي للطالب او حاجه بضغط هنا وهنا دي العلامه دي معناها ان انا هرفعها من على ثينكي الملفات اللي انا رفعتها بركة الدكتوره بتسال انا هقدر ارفعها ازاي احيانا هتظهر لي دي بس فلازم الملفات دي تبقى مرفوعه على فين انا مش هرفع حاجه هنا تبقى زي ما هي بعد كده الالاينمنت هو الجزء الترحيب ده هل له علاقه بالاي ال اوز ولا لا فانا مش هختار منه حاجه بعد كده السيتنجز أنا دايماً في كل حاجة هعملها هتلاقوا فيها سيتنجز أنت عايز الكلام اللي أنت بنزله ده يبقى فيزبل ولا لا مرئي ولا لا ال... عايزه ينزل من من يوم إيه ليوم إيه من الساعة كام للساعة كام كل ده يعني يفضل إن احنا بنسيبه زي ما هو حتى هنا بيقول لي ضع درجات الماكسيمم ماركس لهذا الجزء أو كده فأنا برضو مش هضيف حاجة كان في حاجه هنا المفروض ان احنا نعملها ان احنا نرفع صوره في اول واحده اللي هي الديتيلز بعد ال... التر... اللي هي الجمله الترحيبيه انا بعمل ابلود وبختار هنا انا عايز اقفل دي تاني واوري حضراتكم معنى المربع ده او الصفحه دي ان انا هرفع من اللابتوب بتاعي مش من على المنصه يبقى في حاجات هيجبرني ان انا ارفعها من على المنصه وفي حاجات هيجبرني ان انا ارفعها من اللابتوب ابدا ابحث عن الملف اللي انا شغال عليه زي ما حضراتكم شايفين انا مرتب ملفات الويلكم في الاول وبعد كده هنعمل انترودكشن بحيث ان انا اول ما ابقى بقى واقف على الفولدر ده اضغط عليه وابدا اختار اللي انا عايزه مباشره ما تاخدش مني وقت برفع الصوره هتبقى دي في الواجهة ودي صورة ترحيبية للطلبة باللغة اليونانية كالوس إيرثاتي معناها أهلا بكم بضغط على دون بسيب وبرجع من هنا بعمل باك تو كورس أه سؤالي يا دكتور عادي اتفضلي هل لو الصورة دي موجودة في الملفات اللي أنا رفعتها أوريدي في البنك بتاعي مش هتهزر بر... مش هيشوفها برضو؟ لا هو جايب لي محدد لي المكان اللي انا اختار منه اوكي انا عشان كده فيه انا قلت في حاجات هتظهر الصفحه اللي هي المربع ده يبقى انا هختار من الكمبيوتر او من اللابتوب في حاجات هيظهر فيها اللي هي عامل زي الكشاف المدور ده معنى كده ان انا هرفع من الحاجات اللي انا رفعتها على المنصه يبقى دي المرحله الاولى انا كده عملت الويلكم بيج للطالب تاني حاجه انا عايز اعمل انتروداكشن introduction. introduction ده افضل اداه ممكن استخدمها له اللي هو الفايل ضغطت على الفايل نزل عندي هنا ابدا اعمل له اعدادات اضغط عليه اسميه introduction ايه الديسكريبشن بتاع ال introduction ده ارجع هنا واقوم كاتب له واخد كوبي وبيست من الجزء ده كده واضغط في هذا المكان واعمل كنترول في تنزل لي الجمله الوصفيه للانترودكشن بتاعي ان انا بكلمه باللغه العربيه بقى عن اللغه اليونانيه واقدم اللغات الى اخره. طيب انا عايز ارفع فايلات الاول في هنا ميديا دايما انا بنساها بتاعت الانترودكشن هنا برضو شايفين الصفحه دي والمربع ده دايما على اللابتوب. ارجع خطوه لورا واشوف الانترودكشن حاطط الصوره دي مجهزها انزل بيها اترفع عندي ثم في النهايه هعمل لها ضن بعد كده الفايلات انا عايز هنا ممكن تعمل دراج اند دروب في هذا المكان او من خلال الثينكي الفايلات اللي على ثينكي اهيت يقولي لي ممكن ترفعها من هذا المكان ادخل على انترودكشن واختار الملف اللي هو البي دي اف اللي هو بيبقى فيه مقدمة عن اللغة اليونانية الالايمنت أنا ممكن أختار الإلمام بقواعد اللغة اليونانية وأهميتها ده ممكن يبقى المخرج أو المستهدف من هذا الجزء ثم سيتنج هنا دايما دي في الغالب يعني هنسيبها زي ما هي الفيزبل زي ما هو فيزبل والجزء اللي تحت ده يعني يعني اللي حابب يحط بقى اعلى درجه واقل درجه بس الحاجات دي انا في المقدمه انا هحط له درجه ايه يعني في الاخر انا لازم اعمل سيف وارجع تاني على باك تو كورس فانا هنا عملت الويلكم بيج وعملت الانترودكشن انا عايز اعمل له بعد كده ايه ديسكشن عايز اناقشه في هو ليه احنا بندرس اللغه اليونانيه او الدراسات الكلاسيكيه في مصر أكتب له هنا why واي we study classics لماذا ندرس الكلاسيكيات في مصر في الوصف هنا علشان ما اكتبش أنا بتاخر قوي في الكتابة أنا ممكن أنا أكتب له ثلاث أسئلة أناقشه فيهم في هذا المكان what is classics ما هي الكلاسيكيات why study it? What is the importance of learning the Greek language? إيه أهمية دراسة اللغة اليونانية؟ يعني هنا حطيت له الأسئلة اللي أنا هناقشه فيها. بعد كده أنا ممكن أحط ميديا قمنا على اللابتوب. Discussion صورة Open حمل أعمل. أعمل له ظهر لي الصورة أعمل Save. عشان ما الحاجات دي الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكونتنتس جايب له انا فقره ممكن يقراها علشان اناقشه فيها برضو ثم انا عايزه يقرا بعض الملفات كمان قبل ما نعمل المناقشه دي فهدخل على الثينكي الملفات الخاصه بثينكي في الديسكشن وهبدا اختار بعض الملفات اللي كلها بتتكلم عن اهميه اللغه اليونانيه او لماذا ندرس الكلاسيكيه الى اخره بختار الثلاثه دول برفعهم بيترفعوا مباشره وبسرعه شديده لانهم موجودين على المنصه ايه الرولز اللي انا اتبعها مع الطالب انيبل كومنت رياكشنز هل في ممكن انا اسمح له بانه يعمل رياكشن او رد فعل لو انا عايز انا بس اللي اعمل اكتب الهوست اسيب الهوست لو هسيب الطالب يعمل يشارك في الرياكشن دي هنا ممكن اعلم عليها هنا هل ممكن ان هو يشوف الطالب يشوف ردود افعال الاخرين يعني ولا الهوست بس اللي يشوفها هنا allow participant to attach files هل مسموح للparticipant ان هم يرفعوا ملفات ولا لا ولا الهوست بس اللي يرفع ملفات كل الحاجات دي الرولز دي كل واحد بيحطها طبقا لمعاييره وطبقا لرؤيته للموضوع ما انساش اعمل سيف الالاينمنت هنا ممكن تبقى برضو اللي هي اهمية الدراسات الكلاسيكية المقرر ليها او من غيرها خالص من غير الاينمنت في السيتنج زي ما اتفقنا انها تترك كما هي في الغالب بعمل سيف بعد كده باك تو كورس من هذا الجزء يظهر لي الملف الثالث الملف الرابع انا هعمل بيج فيها كونتنتس انا هنزل له بقى المحتوى قبل ما ما يدرس هنزل له المحتوى هنا وهسميها كونتنتس في الديسكريبشن ممكن اكتب كونتنتس اوف ذا كورس او اسيبها زي ما هي وفي الميديا هنا ممكن ان انا ادخل على الصوره بتاعه الكونتنتس اعمل دون هنا بقى في الكونتنتس انا ممكن اضيف للطالب الكونتنتس بتاعه الكورس كله انا مجهزه عشر محاضرات تقريبا اعمل كوبي وباست واضغط كده بعمل كنترول في تظهر لي بهذا الشكل في هذا المكان وهتظهر للطالب بنفس الكيفيه زي ما قلت لحضراتكم امبارح انا حاولت ان انا اجيبها من اليمين للشمال من الشمال لليمين آه انا ما وصلت لهاش جايز حضراتكم توصلوا لها الميديا والفايل هل انا هرفع للطالب الكونتنت دي بدل ما كتبتها له كده هل انا ممكن ارفعها له ملف وهو يقراه وخلاص ممكن من خلال ملف بتاع الكونتنت هو نفسه اللي انا نزلته بعمل اد فايل بينزل عندي مباشره يبقى هو ممكن يقراها لما يفتح الصفحه بتاع الكونتنتس او يقراها كملف الالاينمنت ممكن ناخد اول واحده اللي هي رقم 12 دي اللي هو خاصه باهميه الدراسات الكلاسيكيه في مصر والسيتنجز زي ما قلنا هنسيب عليها تبقى بهذا الشكل نرجع تاني باك تو كورس يظهر لي الكونتنتس في هذا المكان بعد كده انا عايز اعمل للطالب مايند ماب خريطه ذهنيه ممكن الطالب يشوفها من خلال عمل فايل اختار الاسم بتاعها اللي هو المايند ماب الديسكريبشن ممكن اكتبها مايند ماب اوف ذا كورس بعد كده الميديا عندي اللي هي دائما هتبقى الصوره المرافقه او الغلاف سميها انا صفحه الغلاف بالمايند ماب عندي كذا آه صوره ممكن دي الافضل رفع عندي الصوره وهي مرتبطه بالكلام اللي احنا بنقوله اللي هي البلاننج والمهارات دي كلها بعد كده هيقول لي بقى ارفع الصوره او المايند ماب اللي انت عايز ترفعها فهضغط على الملفات ثينكي واشوف المايند ماب واختار منه الصورة اللي أنا عايز أضيفها للطالب الطالب من الصورة ممكن أختار رقم خمسة وخمسين دي يعني كان شكلها هتظهر في أو هتنزل في هذا المكان مخرجات التعلم ناخد أول واحدة السيتنجز مفيش تغيير فيها دايما هتبقى فيزبل والباقي زي ما هو وبعمل سيف ثم باك تو كورس يظهر لي هنا المايند باك انا عايز حضرتك تلاحظوا حاجه اي ملف انا بضيف فيه اي حاجه بتظهر لي هنا جنبه مباشره يعني مثلا الانترودكشن ده النوع بتاعه ملف اضفت فيه كام اي ال او عندي واحده بس اهيت واضفت فيه كام فايل كام ملف هنا why we study classics هنا في انا عندي الالينمنت واحده بعد كده انا عندي الكونتنتس في الالينمنت واحده وهكذا يعني يعني المفروض ان هي بيظهر لي طبعا المفروض ان انا هنا انا رافع ثلاث ملفات تقريبا وهنا انا رافع ملف ما ظهروش واضح ان دي مشكله في في المنصه او حاجه لان المفروض ان انا زي ما ده ظهر الباقيين بيظهروا واحنا عملنا سيف فالمفروض بيظهروا يعني آه بعد كده آه هنعمل فايل تاني ده الترتيب اللي انا كنت وريته لحضراتكم قبل كده علشان انزل فيه المراجع المراجع بتاعه والروابط وهسميه بنفس الاسم references and links هنا ممكن اكتب references and links of ده كورس يعني او كده او اي ديسكريبشن انا ممكن اكتبه أه الميديا مش فاكر ان انا هعمل لها صوره ولا لا نشوف اهيت حاجه خاصه باللينكس تبقى مميزه ليها يعني علشان ما تطولش احنا ممكن نخرج ونكمل أبدأ اضيف الملفات بتاعتي لو انا عندي الريفرنس دي موجوده عندي كملف بدخل هنا على وداني مباشره الى الفايلات ثينكي وبقى اشوف ملف الريفرنس اهوت وفي كمان عندي مواقع الكترونيه اختارها واضيفها تضاف في هذا المكان بيسالني على الالاينمنت. الحاجات العامه دي دايما بنختار لها نفس الالاينمنت. بعمل سيف كل زي ما هي فبرجع باك تو كورس تظهر لي بهذا الشكل بدون الغلاف هننزله بعدين مفيش مشكله اخر حاجه في الجزء التمهيد ده ان احنا هنعمل فايل ونزل عليه الكتاب الالكتروني وبعض المقالات نزل عليه تدريبات الى اخره احنا ممكن نسميه بوكس اند اكسرسايز وهنا بدنا نكتب اي حاجه في هذا المكان مفيش مشكله نختار الصوره بتاعته هي الخاصه بهذا الكتاب العنصر ده برضو مش حي يعني عشان ما يطولش عشان الوقت فاحنا هنكتفي بالجزء ده الملفات بقى هبدا ادخل على برضو هيدخلني على الفايلات او الفولدرات بتاع ثينكي وادخل على البوبس فانا هنا عندي الجريك جرامر وعندي الاكسرسايز اضيفه اضاف مباشره ثم المخرجات التعلم طارق او واحده فوق نعمل Save Back to Course لحد كده زي ما حضراتكم شايفين هو ده الجزء الاولاني اللي انا قلت لحضراتكم هيبقى جزء تمهيدي جزء تمهيدي للمقرر انا بقاش فيه الطالب بعد كده انا بعمل Publish بتظهر لي الشاشه دي اللي فيها مقررات حضراتكم الببلش بنعمله على خطوتين الخطوه الاولى ان انا بضغط على كلمه بابلش بتظهر لي المقررات اللي عندي انا عايز انشر الملفات دي في اي مقرر المقرر ده اسمه ايه فانا عندي المقرر اسمه ترجمه من اليونانيه مستوى رفيع او مستوى اول أنا بضغط عليه لو اللي هو المقرر ده اللغه اليونانيه نحو واحد وهو ده المفروض ان انا شغال عليه يعني واللي انا حضرته قبل كده فانا بضغط في هذا المكان بيقول لي next بيقول لي الفيرجن ده اللي حضرتك رفعته لو عايز تديله تسميه سميه من هنا رقم واحد رقم اتنين عشان انا كل ما هرفع حاجه واعمل لها بابلش لازم هيسالني فعشان ابقى عارف انا اخر حاجه انا عملتها رقم كام او الفيرجن رقم كام يعني انا هنا عاملها اوتوماتيكالي من غير ما بعمل هنا الرقم فيرجن مجرد ما بضغط بابلش ما بيسالنيش بقى الـ ده الفيرجن رقم كام او كده يعني بيترفع على طول معلش يا استاذ ده أيوة. ممكن تعيد حضرتك دي تاني؟ حاضر عنيا. انا بعمل بابلش زي ما قلنا البابلش ده بيبقى على على مرحلتين او على خطوتين، خطوه انا بعملها من هنا وخطوه انا بعملها من الكوهورتس. اللي احنا قلناه دلوقتي الخطوه الاولى اللي هو بضغط على بابلش هيقول لي حدد المقرر اللي انت عايز تنشره فيه. يعني لو انا عندي مقرر من اولى ومقرر من ثانيه ومقرر من ثالثه، فانا هختار المقرر علشان يبقى طلبه اولى بس اللي يشوفوا المقرر او طلبه حسب يعني الدفعه اللي انا بدرس لها ايه. فانا هختار يا ده يا ده حسب المقرر اللي هو تابع لايه. بعد كده انا بعمل نكست. لي دي بيقول لي لو عايز تدي للفيرجن تايتل او تسميه عشان تبقى عارف انت اخر واحد سميته ايه. لكن لان انا عامل الببلش هنا اوتوماتيكالي فانا هضغط على بابليش على طول مجرد ما بضغط بيظهر لي على طول طب انا اعمل الاوتوماتيكال دي ازاي نيجي بقى للمرحله الثانيه انا لو دخلت على الكوهورت دي عند حضراتكم هتبقى درافت معنى ان هي درافت ان الطالب مش هيشوف اي حاجه حتى لو انت عامل لها لو هي منشوره مش هتظهر خالص لازم تحول دي من درافت لاكتف تحولها ازاي تضغط على السهم اللي على ايدنا اليمين بيديني الاختيارات اللي انا وريتها لحضراتكم امبارح بختار سيت ستيتوس بيحولها لي من درافت لاكتف اتفضلي انا عندي مشكله ان انا اصلا اسمي مش موجود في رتجل. اسم حضرتك مش موجود؟ ديركوش. اه انا والك... انا ده انا انشاته ثواني اه انا خدت بالي دلوقتي اللي هو المجموعه دي انا اللي عاملها وبناء عليه انا ظهر عليها اسمي هنا انما ال... كلكم هيبقى عندكم المجموعه اللي هي الجروب ون اللي هي اللي, ال... 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 رفعها اليوزر اللي هو اللي ال... الخاص بي ثينك يعني فحضراتكم كلكم مش هيبقى عندكم ال... الجزء اللي فوق ده تمام كده يعني ده انا ده انا ده انا ال... انشات أنا أنشأت مجموعة بإن أنا ضغطت على كرييت نيو كوهورت علشان كنت عايز أجرب حاجة يعني بال حضراتكم عشان يبقى عندي رؤية مرتين أشوف المقرر من هنا وأشوفه بشكل تاني يعني فأنتوا حضراتكم نعم يعني إيه كوهورت؟ كوهورت دي اللي هي مجموعات الطلبة مقصود بيها مجموعات الطلبة اللي موجودين عند حضرتك بينهم إلى جروب طيب دكتور نعملها اكتف لما يكون في تسجيل للطلبه ولا حتى لو ما فيش تسجيل للطلبه؟ حضرتك خليها للاخر لحد ما الطلبه يسجلوا يعني عايزه تعمليها حضرتك ان هي اكتف ما فيش مشكله خالص يعني. بس هي بتبقى درافت طالما حضرتك لسه بتعدي المقرر. مجرد ما حضرتك ما بتجهزي المقرر وخلاص كده بقى تمام لحتى لو اضفتي بعد كده تعديلات بسيطه او حاجه ما فيهاش مشكله يعني هي دي هيبقى, هيبقى بعد كده طالما هي اكتف بعد كده الببلشنج او النشر هيبقى من خلال من اللي هي الجزء الخاص الاخضر اللي فوق ده اللي بندوس عليه ببلش مش هتخش هنا تاني عشان الطالب يشوف المحتوى اللي احنا رفعناه يعني معلش يا دكتور اللي هي بتتعمل اكتف منين؟ زي ما قلنا من على ايدنا اليمين بضغط على السهم ده بتنزل لي مجموعة الخيارات اللي عندي دي بضغط على status حول من draft الاكت تمام تمام لو انا ضغطت على الجروبس هنا او على جروب 1 هيجيب لي لنا رفعته حالا للطلبة زي ما انا قلت الحركة امبارح الصفحة دي دي اللي الطالب بيخش عليها مباشرة مش بيشوف الاعدادات اللي احنا عاملينها لا وبيخش على الصفحه دي زي ما انتم شايفين كده هي هنا الطالب الحاله بتاعته اكتف اهيت تمام هنا لو عايز اعمل له ابديت للحاله بتاعته ودي بتحوله لحاجه اسمها ماركتنج او ماركت دي الملفات اللي انا لسه رافعها مع حضراتكم حالا صفحه الويلكم الفولدر بتاع الانترودكشن الديسكشن الكونتنتس المايند ماب ودول في اللي احنا معرفناش عرفناش نطلع لهم صوره فظهرت بهذا الشكل الطالب يبدا يضغط على الملف يظهر له بهذا الشكل الملف اسمه ويلكم هنا جمله ترحيبيه دير ستودنتس وي ار delighted تو ويلكم اوف كلاسيكس في نفس الوقت انا عامل له نفس الجمله الترحيبيه باللغه اليونانيه ياساس فيتيتاس كاي في تيتريس كالوس إيرثاتي، استو كلاسيكو طالب بيخش على دي بتبقى ظهراله الصوره وظهراله جمله الترحيب بهذا الشكل في الاسفل هنا فاكرين حضراتكم انا عملت هنا ال ال الاقتباسات او الاقوال الماثوره واحده خاصه بسوفوكليس والتانية خاصه باريستوتل ده ال الصغر ال الشكل الترحيبي اللي الطالب اول ما هيفتح الملف هيشوفه طيب هل يخرج تاني علشان يشوف الملف التاني فيه ايه لا هينزل تحت خالص كده اولا هنا بيقول له علم هنا بيقول للطالب اذا كنت شفت الصفحه دي اضغط على دي عشان اعرف ان انت شفتها فعلا ولا لا كنوع من يعني انا عارف ان الطالب ده عمل كده شاف الصفحه الاولانيه طيب لو انا عايز اروح على الملف الثاني او اللي هو introduction اضغط على next step هيظهر لي بهذا الشكل في الجملة اللي انا له اللي بعرفه بيها عن اللغة اليونانية واهميتها الصورة الخلفية اللي هي بتاع صورة الغلاف بهذا الشكل ثم الملف اللي انا نزلته له اللي فيه المقدمة وبيظهر له بهذا الشكل يبدأ يقراه سواء عايز يحمله ممكن يحمله من هذا المكان او ان هو يقراه يبدا يتصفح الجزء اللي هو خاص بالمقدمه الخاصه باللغه اليونانيه واهميه طب انا خلصت الصفحه دي بنزل تحت خالص وابدا اعمل نيكست ستيب ظهر لي المناقشه الديسكشن واي وي ستادي كلاسيكس وفي نفس الوقت بتظهر لي هنا الاسئله اللي انا سالتها للطالب يبدا ينزل الطالب دي الصوره بتاعه الغلاف وده جزء من الكونتنت اللي انا كتبته له برضو هيقراه وقبل ما نعمل المناقشه هيفتح اي ملف من الملفات دي عشان يقراها قبل ما هنعمل المناقشه وممكن زي ما حضراتكم شايفين هيحمله اي ملف حضرتك هترفعه من حق الطالب إن هو يحمله او يقراه مباشره يضغط عليه بدون تحميل ويبدا يقرا المقال او يقرا الجزء اللي انا منزلهوله وطلبت منه ان هو يقرا بعد كده هينزل الطالب الى هذا المكان بعد ما قرا خلاص وشاف الجزء اللي فوق هينزل على هذا المكان صندوق الكتابه ده ويبدا يتناقش معايا في هذا الموضوع بعد ما يخلص كتابته وان هو يقول رايه هيضغط على البوست عشان يوصل لي وممكن كمان ان هو يرفع ملف يكلمني فيه وممكن ان هو يعمل ايموشن او ايموجي اللي هو انه يديني اكسبريشن معين او تعبير معين عايز يقوله الى اخره بعد ما خلص برضه بيعلم هنا على انه قرأ صفحة وعمل المناقشة اضغط على نيكست ستيب ادي صفحة الكونتنتس صورة الغلاف ثم المحاضرات المحاضره تلو الاخرى بترتيبها زي ما انا عاملها ولو انا مش عامل الجزء ده هيظهر لي الجزء ده مباشره. لو انا ما كتبتش في الديسكريبشن حاجه هيجي عند الكونتنت ويبدا الملف موجود ويبدا يبقى مفتوح قدامه يقدر ان هو يقراه. زي ما حضراتكم شايفين كده. نكست ستيب قلنا على المايند ماب. هنا العنوان بتاعها والوصف بتاعها ودي الصوره الذهنيه الكفر بتاعي او الغلاف صفحه الغلاف بكلموا على ان في الاناليسيز والبلاننج والكلابوريشن الى اخر الشكل بتاع المايند ماب او الصوره الذهنيه اللي ممكن الطالب يتكلم عنها ثم بنزل على الصوره بقى بتاعت الخاصه بالمقرر بنزل على الصورة الخاصة بالمقرر أو بالمايند ماب بقى اللي أنا عاملها له أنا بحضر له هذه الصورة اللي هي الجريك بريبوزيشنز مثلا بقسم له الحروف الجر في اللغة اليونانية إلى كذا وكذا, وكذا وكذا وكل حرف جر أو كل حالة حرف جر بيجي معاه حالات إعرابية معينة ثم المعنى بتاعه إلى آخر زي ما حضراتكم شايفين أنا عامل له شكل أو أو خريطة لكل ال أو حروف الجر اللي موجودة عنده في اللغة اليونانية، لأن عندنا في اللغة اليونانية حروف الجر دي بتاخد كيسز حالات إعراب معينة، كل حالة إعراب بتخلي حرف الجر له معنى مختلف عن الثاني إلى آخر أه هذا الأمر. بنزل تاني وبعمل next step بيظهر لي بقى اللي هنا references and links ودي اللي إحنا ما كفر cover. فظهرت بهذا الشكل يبدا الطالب يفتح الريفرنسز يتصفحها ويشوف هيستفيد منها بايه ويبدا يقفل بعد كده ويفتح التاني ثم يذهب الى العنصر التالي اللي هو البوكس الاكسرسايزز هنا احنا بننزل له كتاب عن اللغه اليونانيه كتاب باللغه الانجليزيه لو هو حابب ان هو يطلع على الكتب او على ممكن انزله اكتر من كتاب يعني جرامر بتاع استاذ كبير اسمه ويليام جودوين يبدا يتصفح هذا الكتاب زي ما هو عايز وربما يكون اسلوبه مختلف عن اسلوب الاستاذ هو بيعرف اللغه الانجليزيه افضل بيفهم بيها افضل فبيبدا يتعلم ويشوف نخرج من هذا المجال الى الفينش لان انا كده دي كانت اخر حاجه احنا رفعناها في الجزء التمهيدي بضغط على الاكس اللي فوق لو ضغطت الاول على العلامه دي هتبين لي ايه اللي انا عملته وتقولي لي انا واقف عند ايه لو انا واقف هنا هتبقى هنا لو انا واقف هنا هتبقى هنا ده الشكل اللي انا عملته برجع بيها تاني بضغط هنا كده وظهر لي هذا الشكل طيب احنا دخلنا هنا ليه علشان نشوف انا احول الببلشنج لاوتوماتيكال ازاي انا بضغط على تولز انا دخلت هنا من الكوهورتس وبعد كده دخلت على جروب 1 بعد كده هتظهر لي الصفحه دي اضغط على تولز وفي اخر حاجه في حاجه اسمها السيتنجز بضغط عليها بنزل تحت خالص هلاقي في حاجه اسمها ايه تشينج فيرجن أنا عايز أغير الفيرجن بتاع اللي أنا نشرته ده، بضغط عليها بيظهر لي كل مرة أنا عملت بابلش بيظهر لي عامل إزاي. آخر فيرجن أنا عملته هنا كده، فلو أنا عايز أنا عارف اسم الفيرجن ده إيه الأخراني عشان كده بقول لكم اللي حابب يسمي الفيرجن عشان لما يحب يرجع له تاني بيضغط عليها هنا دي كده. وبعد كده يعمل تشينج فيرجن. لكن انا انا عايز كل ما اضغط على publish ينشر مباشره مش عايز انا اللي اختار انا عايزه ياخد اخر حاجه انا عملتها فانا هضغط على اللي هي اوتوماتيكالي كارينت فيرجن بعد كده بضغط على التشينج فيرجن بياخد اخر حاجه انا عملتها انا جبت ده منين نقولها تاني من عندي في الصفحة بتاعت الطلبة الجروبس 1 طب حضراتكم شايفين بضغط على الانستراكتور تولز وده هنا اخر حاجة اللي هي السيتنجز بضغط عليها تظهر لي الصفحة بتاعت السيتنجز ديت اللي هي الشادل اللي هو ممكن يبقى هنا في ان انا اختار ان الطالب يعمل سيلف ريجستريشن او كده او ان انا اعمل له كود انا ضغطت على دي مثلا هنا يبقى انا الكود ده لو انا بعته للطالب هيقدر يسجل لو انا عايز هو يدخل مباشره فانا بلغي هذه الخانه. لكن الفيرجن اللي انا عايزه انا هضغط على التشينج فيرجن. هيظهر لي هذا الجزء. الفيرجن اللي انا رفعته هو اللي فوق ده. طب انا عايزه كل ما اضغط على بابلش من غير بقى ما يسالني ينشر الجزء اللي انا عملته مباشره. فانا هضغط على اوتوماتيك اوتوماتيك ابديت ثم تشين فيرجن اني واي احنا لسه عاملينها فبيحول الفيرجن مباشره. نرجع تاني باك تو كورس مانجمنت نرجع لهذه الصفحه. هل الجزء ده واضح؟ ازاي انا عملت بابليش دكتور وفي سؤال اتفضلي هل متاح في سينكي نفس اللي كان متاح في البلاك بورد من ان انا يعني اتحول من صفحتي لصفحه الطالب واشوف ايه اللي معروض يعني خاصه لو انا نزلت حاجات بتواريخ معينه ما يبقاش المحتوى كله بتاع المقرر متاح لي هي الحاله الوحيده ان انا ادخل من هنا زي ما قلت لحضرتك هدخل من جروب 1 دي لما اضغط عليها هو ده اللي موجود للطالب هو ده المعروض للطالب طالما حضرتك يعني لو انا ضغطت أتف... لو انا ضغطت على العين، فاكرة حضرتك العين اللي هي جنب الاكس والقلم وال... مش أوه. هيظهر هنا، في الحالة دي مش هيظهر هنا للطالب. شوف تمام. نجربها كدا. نجرب واحدة كدا. نشوف ندربها هي... كده ندرب واحدة كده نشوف هيظهر ايه. ندخل لده ونيجي على الويلكم دي ونعمل لها نلغي العين دي. لغيت العين مش كفاية، لازم أعمل بابلش، لأن أنا لازم أنشر بقى اللي أنا التغيير اللي انا عملته ده يسالني اختار اعمل نشر اوتوماتيك اللي هينشر ارجع تاني للطالب وابدا اشوف الويلكم هنا اختفى تماما زي ما حضرتك شايفين لان انا انا مش عايز الطالب يشوفها دلوقتي يشوفها لما خلصها يشوفها بعدين مش عايز يشوف الجزء ده تمام 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 شكرا يا دكتور تمام اوكي اي حد من حضراتكم عنده اي سؤال هو بس تعليق صغير اتفضلي دكتوره الاول لما لما كنت تعملي الحاجات دي انا قلت ايه في بالي كده قلت ايه طب احنا ليه ما حطيناش الحاجات دي في فولدر وسمينا الفولدر ويلكم يعني يبقى فولدر بدل ما تبقى الملفات لوحدها كده تمام وبعدين لما حد يعني انت كملت انا استوعبت ان ده مش مش فولدر بتاع يونت لا يعني اه يعني ال انت بتفضل انه ده الشكل اللي يبقى موجود لو احنا اللي هو الترحيب والكونتنت بتاع الكورس والديسكشن والحاجات دي اللي هو أه الحاجات طبع. الجنرال الحاجات أه الجنرال أه طبعا لازم يعني او انا شايف إن ده ضروري ومهم للطالب ان هو قبل بقى ما يخش على المقرر ان هو امهد له الطريق واعمل معاه مناقشات واقدم له المحتوى واقدم له الحاجات دي كلها علشان يبدا يتفاعل بعد كده بقى مع المقرر. اوكي شكرا.